السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي الهلال أمام نادي أبها اليوم بإذن الله تعالى الأحد 22/1/2023، مباراة في المباراة في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين. المباراة بإذن الله تعالى معادها الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة معادها الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والساعة 4 عصر مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 3 عصرا توقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة SSC Extra HD1 الأولى والمعلق جعفر الصليح، وقناة SSC SD1 والمعلق جعفر الصليح. ملعب المباراة ملعب الأمير فيصل بن فهد المالز، الجولة 14 من الدوري السعودي. اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو. متابعين الكرام كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.